في صغري علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة حتى لا تعود مشتتا، وها أنا الآن أكتب أطول كابوس نشته على الإطلاق. هذا أسامة، هذا الرجل اليوم اللي مش مبرر تبراج أمريكا. قلت دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك باسمك العظيم أن ترزقني طفل بعمر هذا. تحب أبوك؟ وحشك. تحب البابا؟ إيش قد؟ طيب إذا بكرة باي على المسرح ما بياخذون؟ يعني أنا بدي يعني زجوا في المعارك، إذا النصرة ما زجته أنا بدي زجوا. الله أكبر. ليش عم تبكي؟ ما في قاعدة تبكي خالد. ايش تحرك لا تخاف؟ ايما تكتب عن ما هذا الشرعي؟ ايدك بالحقنه؟